صباح الخير، صباح النور على جميع مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. احنا كنا اجازة الاسبوع اللي فات وحشتونا بجد، وان شاء الله رب نعمل حلقة النهاردة تفكوا وتكونوا مبسوطين معانا ان شاء الله. صباح النور، صباح الخير. النهاردة معانا حلقة جديدة من السيزون الثاني من برنامج دردشة سريعة. يا رب حلقتنا النهاردة تعجبكم وتكون مفيدة لكم. النهاردة حلقة تهم كل بيت مصري. النهاردة حلقة عن جراحة السنة وتحسين القوام. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد أن 75% من الشعب المصري مصاب بداء السمنة، منهم 6% مصابين بالسمنة المفرطة. النهاردة معانا فريق من أمهر الفرق الطبية بمستشفى الحرية لجراحة السمنة وتحسين القوام. بنرحب بضيوفنا النهاردة أستاذ دكتور محمد القصير، مدرس جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية طب الأزهر، واستشاري جراحة السمنة وتنسيق القوام. منورني. ومعانا أستاذ دكتور شريف صابر، أستاذ مساعد الجراحة العامة وجراحة المناظير بكلية طب طنطا، واستشاري جراحة الجهاز الهضمي والسمنة المفرطة. أهلا وسهلا بحضرتك. ودكتورة آلاء عبد العزيز، أخصائية التغذية العلاجية. أهلا وسهلا بك. منورنا كلكم بصراحة. كنا عايزين نفهم حضرتك الأول يعني إيه مفهوم السمنة. طبعا أنا عارف إن السمنة أساسا المريض بيعاني من نفسيا وجسديا، نفسيا في المظهر في الشكل، جسديا اكيد بيصاب بالكوليسترول والسكر والدهون الثلاثيه. فعايزين نعرف من حضرتك يعني ايه تعريف السمنه. هو امتى نقول على المريض ده مريض سمنه؟ هو خلاص تعريف السمنه بقى واضح وصريح، هو زياده مؤشر كتله الجسم عن 35. ولازم نعرف يعني ايه مؤشر كتله الجسم. هي معادله بتتعمل عن طريق نقسم وزن المريض بالكيلوغرام على طوله بالمتر مربع، فبيطلع لنا رقم من 18 ل 25، ده الوزن المثالي. 25 30 ده زيادة في الوزن، فوق ال 30 دي السمنة بدرجاتها. تمام. او نحسبها بطريقة سهلة جدا اللي هو الوزن المثالي. الوزن المثالي ازاي؟ هي طريقة مش كريتيكال قوي بنسبة 100%، ان هو بنحسب طول العيان ونقص منه 100. لو زاد الوزن عن 30 ل 35 كيلو فوق الوزن ده يعتبر ده مريض سمنة مفرطة، ولازم يستشير طبيب جراحة. يبدأ يتابع معاه بقى. لازم يبدأ يتابع معاه. منظمة الصحة العالمية في 2007 أقرت السمنة كمرض. ليه؟ عشان فيها مضاعفات كتيرة. توصل المضاعفات بتاعتها ل 60 مضاعفة. 60 مضاعفة. وأكتر كمان. تمام؟ وهي خطيرة جدا وتؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. من المفارقات العجيبة في 2010 إن عدد الوفيات نتيجة المجاعة تمام وسوء التغذيه كان مليون مليون انسان. لكن في نفس السنه كان عدد الوفاه من مرض السمنه 3 مليون. نتيجه السمنه المفرطه. ده 75% من الشعب المصري بيعاني من السمنه. ده من الحاجات الخطيره جدا. تلت سكان العالم دلوقتي بيتعاملوا من السمنه المفرطه. على 2030 2040 هيوصل نص سكان العالم يعاني من السمنه المفرطه، ودي حاجه في منتهى الخطوره. يعني من ضمن الحاجات اللي عرفتها واستغربتها جدا ان بريطانيا فرضت ضريبة على المشروبات الغذائية والسكر لمحاربة السمنة، بمعنى ان اي مشروب غذائي والسكريات عليها ضريبة اسمها ضريبة البدانة. دي بتحارب بريطانيا، بتحارب السمنة عندها في بلدها عن طريق ان هي فرضت ضريبة على كل جميع المشروبات اللي فيها غازات والمشروبات السكرية. دي حاجة انا استغربتها بصراحة، يعني ان دول كتيرة فعلا بتحارب موضوع السمنة. استغربتها بصراحة، يعني عامله حملات عليها ضريبه ان انت تشرب حاجه مثلا عليها سكريات تدفع ضريبه ليها. دي حاجه نتيجه فرط السمنه. الجراحات ان المريض اللي بيتعرض للسمنه بيكلف الدوله تكاليف الجراحه وتكاليف جراحات السمنه وتكاليف باهظه، وبالتالي في الاول في التامين الصحي عنده وبدات دلوقتي تدخل في اطار التامين الصحي. لا انا بكمل الموضوع. السمنه ده مهم جدا يعني. طب يا دكتور، هي السمنه بتاثر على الحمل؟ طبعا اي مريض عنده سمنه بيبقى عنده كتله دهنيه زياده. الكتله الدهنيه الزياده دي بتبقى مصحوبه بتغيرات هرمونيه، وبالتالي التغيرات الهرمونيه دي بتاثر على البنت، بتعمل اضطراب في وظائف المبايض، وبالتالي بتاثر على عمليه التبويض، وبالتالي بتاثر على عمليه الانجاب. فكتير جدا من المرضى الستات اللي بيعانوا من سمنه بيتعرضوا لمشاكل هرمونيه تؤدي الى تاخير الانجاب. مش بس كده، المريضة حتى لو حصل في حمل
مريضة السمنة بتعاني أثناء الحمل من ارتفاع في ضغط الدم، من مشاكل كتير، الولادة المبكرة، وحتى مع الولادة بتعرض لولادة قيصرية، لآلام، خطورة في التخدير. فالسمنة بس مش بتأثر في تأخير الإنجاب، لا، حتى لو حصل في حمل بتبقى مرحلتها مع الحمل والإنجاب بتبقى مرحلة صعبة. طيب الدكتور علاء، أنت تشخصي الحالة ان هي لازم خلاص هي عمليه جراحيه، هي بتشترك معاهم في إيه التشخيص، ايه طريقه التغذيه، ايه الانواع، يعني ايه انواع العمليات او ايه التشخيص بتاعك قبل ما يتحول للجراح إيه ان هو يعمل عمليه جراحه سمنه؟ هو طبعا مبدئيا انا دوري في فريق جراحات السمنه بيبقى مقتصر على الناحيه الغذائيه فقط، بيتم ده عن طريق جلسه بتبقى مقابله قبل العمليه، بنبدا فيها الاول اتكلم مع المريض، اعرف النمط الغذائي بتاعه، عن طريق النمط الغذائي بقدر اعرف شكل يومه اكتر، ماشي ازاي، ايه المتناول اكتر في اليوم بتاع المريض، سواء دهون سواء بروتين سواء كربوهيدرات، المريض نفسه محب لايه اكتر، يعني طبيعه اكله ايه، هل بيميل للكربوهيدرات اكتر، هل بيميل للحلويات والسكريات بشكل عام. كل دي طبعا داتا ببدا اجمعها واقدمها للطبيب الجراح، طبعا ده بيساعدنا فيما بعد ان احنا نحدد نوع العمليه، هل هتكون العمليه الجراحيه إيه العمليه الجراحيه مش ما فيش حد بيختارها بنفسه، انا عايز اعمل كذا، على حسب النمط الغذائي وعلى حسب المريض نفسه ميوله لايه اكتر، بياكل ايه، بيحب بالزبط ايه، يعني نشويات اكتر، كربوهيدرات عموما، حلويات، سكريات، كلام زي كده. زي ما اتفقنا كل ده بيتجمع في ملف وبيتقدم للطبيب الجراح، هو طبعا بدوره بيقوم بتحديد نوع العمليه بالظبط بناء على تشخيصك برضو بالتشاور برضو. يعني بيبقى العمليات، في عمليات على حسب بقى الداتا اللي انا باخدها من طبيب التغذيه، في اقول لا المريض ده المناسب للتكميم، المريض ده مناسب ايه، ممكن تقول لنا طبعا هي انواع العمليات بتاعه جراحه السمنه هي بتنقسم الى جزئين. الجزء الاول اللي هو الجراحات التي بتنتج عنها او بينتج عنها نقص في كميه المعده، انا صغرت او قصيت حجم المعده، ده اللي هو تكميم المعده، اللي هو التكميم، اللي هي جراحه التكميم، تمام. بصغر بستأصل حوالي 80 الى 85% من مساحه المعده، وبالتالي المعده تحولت الى جزء صغير، المريض بيصل الى الشبع بسهوله. والنسبه دي لكل الناس ولا لكل شخص؟ بتختلف من مريض لمريض على حسب انا بشوف العمليه وعلى حسب وزن المريض انا معايا قد ايه، تمام. طب العمليه يكون وزني قد ايه ان انا عايزه اعمل عمليه؟ هو اي حد عنده 35 كيلو زياده فوق وزنه المثالي ده كان محتاج يعمل 35 كيلو ده هيفشل في النظام الغذائي، يعني مش هينفع معاه نظام غذائي، لازم يلجا الى جراحات السمنه. او لو عمل نظام بعد 35 كيلو، بعد فوق 35 كيلو، اول هي زي ما الدكتور شريف قال ان هو كتله الجسم فوق 40 او حتى كتله الجسم 35 ومعاه امراض مصاحبه زي الضغط او السكر او الكوليسترول او دهون الثلاثيه. هو المريض ده امتى اقول المريض ده محتاج جراحه؟ انا لسه عايز اقول لحضرتك طبعا اقول المريض محتاج جراحه. هو دور دكتورة الاء ده مهم جدا، لان بعض السمنه اساسا علاجها ممكن يكون دايت او رياضه في الاول. امتى اقول العيان ده محتاج جراحه؟ لو عدت مؤشر كتله الجسم عن 40 غالبا مش هيستجيب للدايت، او هو ما عندوش اراده، او جرب ريجيم مره واثنين مش هينفع بقى النظام وفشل، او في حاله مرضيه خطيره. حتى لو حد وزنه كويس بس زايد شويه ممكن ان هو يعمل عمليه جراحيه؟ ما هو بيقول لك زايد عن لا يعني مثلا 10 كيلو لا هنتكلم في النقطه دي، ما احنا بنتكلم عشان كده هو لازم يجرب الدايت مره واثنين. 10 كيلو ده مريض يقابل يستجيب جدا للدايت مع دكتور علاء، لكن اللي احنا بنتكلم فيه شريحه المريض اللي هو خلاص ده مريض فوق 35 كيلو فوق وزنه زياده، ده مريض سمنه مفرطه وبالتالي لازم يلجا الى جراحه السمنه المفرطه. طب ايه الفرق ما بين التكميم وتحويل المسار؟ طبعا احنا ما كناش كملنا الجزء الاول اللي هو النوع الثاني من العمليات، احنا اتكلمنا عن التكميم ان احنا قصينا 75 ل 80% من مساحه المعده. المريض بتاع التكميم بيخس بطريقتين، ان انا خلاص المعده بقت صغيره وبالتالي بيبدا ياكل اقل كميه تديله احساس بالشبع. في جزء هرموني ان انا شلت الهرمون بتاع الجوع اللي هو الجرين هرمون، ده اللي بيدينا الاحساس بالجوع وبيخلينا نروح ناكل والكلام ده كله، ده اتشال مع الجزء اللي خرج في المعده. فبالتالي المريض ما بيحسش بالجوع، بيشبع بسرعه، وفي نفس الوقت لو كان كميه من الاكل بيوصل لشبع بسرعه. دي التكميم.
تحويل المسار فكرتها ان انا برضو بصغر حجم المعده، بعمل جيب من المعده تمام، وبرضو لما قللت صغرت حجم المعده كميه الاكل المريض اللي بياخدها بتبقى كميه قليله. مش بس كده، عملت عزل لاول 2 متر من الامعاء الدقيقه، يعني اول متر ونص ل 2 متر من الامعاء الدقيقه هم دول المسؤولين عن امتصاص الدهون والسكريات في الاكل اللي احنا بناكله. فبالتالي انا قصيت المعده وعملت جيب صغير، المريض بياكل كميه صغيره، و70% من الاكل اللي بينزل ما بيمتصش لان هو تجاوز ال 2 متر اللي هم ما بعد العمليه، اللي هي ما يسمى بتحويل المسار المصغر. وايه الاحسن، تحويل ولا تكميم؟ الأحلى حالة. يعني لا، ما هو مش نقول ايه الافضل، هو زي ما قلنا الدكتوره الاء لما بتقعد مع المريض وتحدد طبيعه الاكل بتاعه، في مريض بيناسبه التكميم وفي مريض يناسبه تحويل المسار. تحويل المسار ده اكيد للمريض بياكل، يعني انا بقعد مش بتكلم مع العيان بحيث ان انا اقدر من القعده بتاعتي معاه اقدر اقول لا ده افضل لتكميم ده الافضل لتحويل. بمعنى ان مريض التكميم او المريض اللي عنده سمنه وعنده وزن زياده وما عندوش سكر ده ممكن يعمل تكميم تمام. المريض اللي محب للسكريات والحلويات والنشويات ده ما ينفعلوش تكميم، ده لازم يعمل تحويل المسار. يعني تحويل المسار دي ممكن تبقى علاج للسكر اصلا مش للسمنه. هي اصلا هي عمليه اسمها جراحات السمنه والسكر او الجماعه هي عمليه جراحات الايديه، يعني بتعالج بالمريض بيشفى تماما، خصوصا مريض السكر من النوع الثاني بيشفى من السكر تماما من النوع الثاني بعد تحويل المسار. احنا عندنا نوعين من السكر، النوع الثاني والنوع الاول. 95% من البشر عندهم النوع الثاني من السكر اللي هو بس بيبقى مجرد ضعف في انتاج الانسولين والمقاومه للانسولين ده بيشفى تماما بعد عمليه تحويل المسار من الايه، من السكر، بيبطل علاج نهائيا. انما النوع الاول اللي هو بيجي في الاطفال وبيجي في السن الصغير، هو بيبقى فيه نقص وضمور في خلايا البنكرياس ومفيش انسولين اصلا، ده مش بيشفى، ولكن بقدر بسهوله اتحكم في معدل السكر وافادي المريض المضاعفات بتاعه السكر. هو النقطه دي برضو في العمليات، هي العمليات بتتقسم تحت مسمى كبير، كلاسيفيكيشن كبير كده، يا اما تصغير حجم المعده تمام، او التحكم في الحجم بتاع المعده نفسه، او تحويل المسار للدكتور. احنا معانا صور على فكره حالات ممكن نعرضها قبل وبعد، ممكن نعرضها معانا. المريضه دي اسمها ايمان، دي عامله تكميم معده، كانت نزلت من 100 دي سنه 2014 وبعد العمليه دي عملت تحويل مسار ولا تكميم؟ لا دي عامله تكميم، دي عامله تكميم. يعني الصوره اللي بعدها دي سنه 2020. دي جايه من 170 كيلو. دي برضو تكميم معده، دي كان وزنها بالعمليه تقريبا 130 كيلو. السمنه بتكبر كتير. خالص يعني في فرق كبير هنا في الصوره دي بين الصورتين ما شاء الله. هي من مضاعفات السمنه الحاله النفسيه. دي تعملها ايه يا دكتور؟ دي تحويل مسار. تحويل مسار. طب ايه هي عوامل النجاح لعمليه السمنه؟ عوامل النجاح لعمليه السمنه بتنقسم قبل العمليه تمام، اختيار المريض واختيار نوع العمليه المناسبه ليه تمام. يعني احدد العمليه المناسبه للمريض، مش كل مريض تمام تناسبه عمليه، اي عمليه وخلاص. ايه العوامل اللي بتاثر عليه كده؟ طبعا سنه، سن المريض، وزنه زي ما قلنا، مؤشر كتله الجسم، تاني نوع النمط الغذائي بتاعه. لو العيان بارك ايتر وبياكل كميه كبيره، العيان ده ممكن يستفيد جدا من تصغير حجم المعده اللي احنا اتكلمنا فيه. تكميم المعده ده هيبقى مناسب ليه جدا تمام. لكن لو هو شره للحلويات ووزن او مؤشر كتله الجسم بتاعه فوق ال 50، ده لازم تحويل مسار تمام. فده الاساس ان انت تختار العمليه المناسبه للمريض بتاعك. تاني حاجه اختيار الجراح، لازم الجراح بتاعك يكون اتدرب كويس على العمليات دي ومصدر ثقه وليه نتائج كويسه تمام. تالت حاجه المتابعه بتاعت العيان بعد العمليه. هي فتره العمليه بتقعد قد ايه في العمليات؟ انا عارف ان هي بتقعد فتره كبيره قوي، من ضمن يعني من العمليات اللي هي بتقعد فتره كبيره قوي في العمليات. والله احنا بنتكلم في النقطه دي، احنا بنقول هي اي عمليه جراحيه انت هو طريق بتبدا، انت ممكن تاخد الطريق ده في 5 دقائق، ممكن تاخده في ساعتين ثلاثه على حسب العواقب بتاعتك، الطريق ده هيقف ولا لا، في مطبات ولا لا، الاتك والحلاجات اللي انت بتستخدمها، الادوات بتاعتك جاهزه وريدي وجديده ولا لا. النقطه الثانيه متابعه العيان بعد العمليه، مهم جدا العيان يتابع بعد العمليه عشان يتحقق احسن نتيجه، وده من العوامل المهمه جدا في نجاح العمليه. ثالث حاجه بعد المتابعه ان الدكتور لازم
دكتور التغذيه ليه دور مهم جدا في نجاح العمليه بعد اجراء الجراحه، لان الجراحه هي اول نقطه في النجاح. لكن انت عشان تكمل قصه النجاح دي لازم العيان يتابع كويس ويبقى فاهم ايه اللي حصل ما بعد العمليه. بعد العمليه طبعا، من تغذيه، من متابعه، من تغذيه، من متابعه، وكل من التزام بتعليمات، لازم يكون كومبلاينت وفاهم هو بيعمل ايه. ما يحصلش شيفت للدايت بعد العمليه. لو عيان عامل عمليه تكميم معده، انت صغرت له حجم المعده، لكن هو لو حول النمط الغذائي بتاعه بقى شراهه للسكريات، كل يوم بيبسي وكل يوم سكريات، لا هو باظ العمليه، ما استفادش، عرض نفسه لعمليه كبيره جدا. يعني ممكن عمليه تقعد لها مثلا 3 ساعات، وقتها 3 ساعات ممكن مثلا في العمليه تعدي طبعا 3 ساعات. بس هو متوسط العمليات سواء كانت تكميم او تحويل المسار، لو يعني الامور ماشيه في الاطار الطبيعي، بيبقى متوسط من ساعه لساعه ونص. من ساعة ونص. طب يا دكتور كلمنا على البنج بقى، يعني ناس كتير تبقى عايز تعمل عمليه سمنه بس كله عنده رعب من البنج. هو طبعا الخطوره في التخدير مش في عمليات السمنه بس، يعني اي مريض عنده سمنه هيعمل اي عمليه، سواء كانت عمليه رمض، عمليه عظام، اي عمليه وهو بيعاني من سمنه بيبقى في معايير خطوره. وبالتالي لازم يكون فريق التخدير اللي بينيم الحالات بتاعه من جراحه السمنه يكون متدرب على تخدير جراحات السمنه. احنا معنا الاستاذ الدكتور سامح فتحي، من الناس المتميزه جدا، من امهر الاطباء بصراحه في التخدير، اطباء التخدير في مستشفى الحريه عامه وفي طنطا كلها، متخصص في جراحات. انتوا كل شغلكم في مستشفى الحريه مركز السمنه. اولا دوره بيبدا من بتبقى تخدير كلي، تخدير كلي بيبدا دوره اساسا من تقييم الحاله قبل العمليه. قبل العمليه لازم يقيم الحاله من الناحيه الطبيه تقييم كامل، وبعد كده بيبقى الدخول في البنج. وبعدين احنا في العمليات بيبقى المريض بياخد كذا وضع، كل ده بيطلب وبيساعدنا في بعض الاختبارات اللي احنا بنعملها زي اختبار توري بيعمله، يعني بيساعدنا في حاجات كتير اثناء العمليه. وبعد العمليه طبعا في الافاقه المريض ممكن يخرج على الغرفه بتاعته، ممكن في مريض تاني يحتاج ان هو يقعد في الاي سي يو او الرعايه المركزه لمده ساعتين مثلا او لمده اكتر على حسب كل حاله والتاني. بس الخلاصه ان هو لازم يكون طبيب تخدير متميز ومتدرب على تخدير حالات جراحات السمنه. طب في تكميم معده بالمنظار، جراحه ولا منظار بتبقى افضل؟ هي بالمنظار، هو تكميم معده بالمنظار، يعني دلوقتي بقت كلها منظار. ده كان زمان. كان زمان لا، بتجرى العمليه من خلال فتحات صغيره جدا، 3 أو 4 ثقوب صغيره، كل ثقب لا يزيد عن سنتي او 2 سنتي بحد اقصى. المريض بيفوق بعد العمليه مفيش اي الم، بيبدا يتحرك على طول، بيبدا يشرب بعد 6 ساعات من العمليه، وبيخرج بعد 12 ساعه من العمليه، ممكن يخرج ويروح بيته بعد 12 ساعه. فتره النقاهه بقى بعد العمليه بتبقى قد ايه؟ فتره النقاهه من حيث اللي هو يعيش طبيعي، حياته يعيش طبيعي عادي، ممكن من تاني يوم ينزل شغله. والله والله يعني المريض ممكن بعد خلاص طلع من المستشفى كده كده اول فتره بيبقى في التغذيه بتاعته بتبقى سوائل، في الفتره دي ممكن يعني بياخد راحه يومين بحد اقصى ويبدا ينزل شغله ويمارس حياته طبيعيه جدا. نطلع فاصل نرجع لكم تاني ان شاء الله. خش. ورجعنا لكم تاني. دكتوره آلاء، تقول لنا ايه دورك بعد العمليه الجراحيه، عمليه جراحه السمنه؟ هو طبعا دور التغذيه بعد عمليه السمنه ليه عامل كبير قوي على نجاح العمليه اصلا. احنا دايما بنقول ان المريض يستغل الفرصه ان هو يخلي نمط حياته بعد العمليه نمط صحي، يعتمد اكتر على النظام الصحي، في ان ده هيساعده اكتر ان هو يوصل للوزن المثالي بتاعه، وهيساعده اكتر ان هو يحافظ على الوزن ده. يعني مش معنى ان انا عملت عمليه جراحه سمنه يبقى خلاص هطلع كل اللي انا عايزاه. مش بنعتمد طبعا، ومش بنشفط خالص النظام الغذائي، بالعكس بيبقى عليه عامل كبير جدا بعد العمليه. طيب النظام الغذائي اصلا بعد العمليه بيبدا ازاي؟ احنا بنبدا من اول يوم بعد الجراحه، بنقسمها مراحل، عندي 4 مراحل بعد العمليه الجراحيه. اول مرحله دي بتستمر اسبوع تقريبا، بنسميها مرحله السوائل الشفافه، بعتمد فيها يعني بنعتمد فيها على السوائل اللي هي الشفافه اللي ملهاش قوام تقيل مثلا، زي الميه ومشتقاتها. بعتمد على العصاير البيور من غير سكر طبعا، العصاير الخفيفه بنخلينا دايما في العصاير المعلبه اكتر عشان ملهاش قوام تقيل. بعتمد على المشروع
المشروبات الدافيه الشفافه برضو زي ما اتفقنا، بس اهم حاجه عندي ان انا اخلي بالي دايما ان كل المشروبات بتاعتي تكون من غير سكر. تمام. ببدا برضو اكون مركزه قوي في المرحله دي ان المتناول من السوائل على مدار اليوم للمريض خلال المرحله كلها ما يقلش عن 3 لتر عشان ما نبداش ندخل في مشاكل او مضاعفات اكتر زي مشكله الجفاف. دي مشكله من المشاكل اللي بتاثر دايما على اصلا نجاح العمليه بتاعتي. المرحله دي زي ما اتفقنا بتستمر لمده اسبوع. دي اول مرحله عندي. المرحله الثانيه دي مرحله السوائل الثقيله او السوائل اللي ليها قوام اتقل شويه. بنقدر في المرحله دي برضو ندخل المكسات زي مثلا يعني عصير مثلا موز بلبن او. طب والاكل؟ ما فيش اكل المرحله دي؟ شويه مش بندخل فيها اكل. ممكن المرحله الثانيه دي ندخل فيها مثلا شوربه خضار، بس شربت خضار مضروبه كويس قوي في الخلاط طبعا. واعتمد ان الخضار كمان يكون مستوي بشكل كويس قوي. استاذ عز اسال حضرتك، هل قبل العمليه بقى مثلا بتكتبي له نظام غذائي يمشي عليه؟ هو يعني هي الموضوع ده شويه بيختلفوا فيه. احنا اوقات بنمشي اصلا المريض على نظام غذائي قبل العمليه، نعتمد ان هو ينزل كام كيلو كده قبل العمليه لو هو عنده القابليه لكده. تمام. ده شويه بيساهم في نجاح العمليه. اوقات برده بنمشي المريض على نظام ان هو يبقى مرتاح اكتر، مش هينزل ميزان بس هو مرتاح اكتر، ان هو يساعدنا في نجاح العمليه زي يعني ما اتفقنا. يعني بيتكتب له نظام غذائي؟ بينكتب له طبعا نظام غذائي، بس الاهم زي ما اتفقنا اللي هي الجلسه اللي قبل العمليه اللي بنحدد منها الداتا اللي بتتقدم للطبيب الجراح. زي ما اتفقنا المراحل اللي بعد العمليه، المرحله الثانيه هي مش بيبقى فيها اكل بصوره صريحه، بتبقى كلها سوائل بس زي ما اتفقنا سوائل ثقيله. دي المرحله اللي هي الثانيه اللي هي بتبقى من الاسبوع الثاني للثالث تقريبا. بعد كده بندخل على المرحله الثالثه، دي بنسميها مرحله الاطعمه المهروسه او الاطعمه الطريه. بيبقى فيها بروتين مثلا زي الاسماك، هي بتشمل كل السوائل اللي كانت معايا قبل كده. محسوبة عندكم؟ طبعا كل حاجه طبعا اكيد بصراحه. يعني انتوا ستيب باي ستيب، ولازم المريض يتدرج بالنظام ده عشان نوصل للاكل الطبيعي. اشمعنى مستشفى الحريه؟ يعني فيها المقومات المستشفى اللي انا اقدر اعمل فيها جراحه سمنه امانه. هو بصراحه باشمهندس محمد عفيفي يعني بيحاول يدعمها ويدعمها بحث الاجهزه، من حيث التعقيم، من حيث جاهزيه التخدير، حتى فريق تمريض. كل دي مقومات نجاح تخلي الطبيب يعمل عمليه في المستشفى وهو مطمن والمريض يبقى مطمن. يعني الطبيب يبقى مطمن هو من اهم عامل النجاح طبعا ان المستشفى تكون الباك اب بتاعها سريع. أنا دايما من عنايه لازم عشان يعني العمليه تنجح او المريض يكون مستريح، لازم الاول يكون الطبيب مستريح. طب لان الطبيب لما هيكون مستريح هيقدر ينتج ويدي للمريض. ده انا دايما بقول كده. يعني وجراحات السمنه عموما بتبقى لازم التيم اللي بيبقى شغال في المستشفى متعود عليها. يعني خلاص انا مش هقعد كل مره اقعد اقول تعليمات واقول خلاص. هو تيم التمريض وتيم الفريق الطبي حتى الوركر حتى العمال، كل ده ناس، كل الناس دي مؤهله لمقابله مريض السمنه والعمليات والمتابعه وحافظين النظام وحافظين الشغل. وبالتالي ده يعني ده عامل اساسي من عوامل نجاح جراحه السمنه. امتى اقول بقى ان عمليه جراحه السمنه دي نجحت؟ هما ثلاث عوامل اقدر اقول ان العمليه بتاعتي نجحت. طيب. اول حاجه طبعا ان المريض يخس. المريض بيعمل عمليه عشان يخس، فلازم العيان يخس في الوزن، يوصل لوزنه المثالي. ويوصل لوزنه المثالي في الفتره المفروض ان هي يوصل لها في مع كل عمليه. تمام. بتبقى الفتره اللي هي دي بتبقى متوسط من سنه لحد اقصى سنه ونص. المريض يوصل لوزنه المثالي. تمام. بيفقد 30% من الوزن المثالي بتاعه في اول 6 شهور بعد العمليه. تمام. وبتصل ل 60% مع عمليه تحويل المسار. العامل الثاني ان المريض يخس بدون مضاعفات. يعني لازم ميبقاش فيه اي مشاكل او مضاعفات طول فتره نزوله في الوزن. يعني مشاكل زي ايه؟ يعني مشاكل مثلا مشاكل غذائيه، سوء تغذيه، ممكن المريض يتعرض لانيميا، سقوط في الشعر، دوخه، ادوار، نقص فيتامين بي 12، ومشاكل التهاب العصب. طبعا ده دور دكتور الاء. ده دور ده دور متابعه المريض. يعني في من ضمن الحاجات بتكتبيها لعدم تساقط الشعر، لعدم الحاجات دي؟ طبعا. مكملات غذائيه بعد العمليه. النظام بتاعي انا بعتمد على نظام هاي بروتين عشان ما ادخلش المريض برده في مضاعفات زي ما الدكتور قال. النظام البروتين العالي بيساعدني اكتر ان انا الجسم بتاعي يخسر الدهون اكتر ما يخسر عضلات، لان طبعا احنا عارفين ان البروتين بيدخل بدور اساسي قوي في تكوين العضلات في الجسم. والعضلات زي ما احنا عارفين هي اللي مديه الشكل المظبوط او القوام او مديه القدره العضليه اصلا عندي. فده بيساعدني ان انا اتبع نظام عالي البروتين ان انا اخسر اكتر من الدهون ومن السوائل الزايده في الجسم. تمام. بالنسبه للحاجات اللي احنا بنوصفها طبعا لعدم تساقط الشعر وعدم حدوث مضاعفات، دي بتبقى مكملات غذائيه.
واحنا اصلا خلينا متفقين مبدئيا ان اي مريض او اي شخص عموما بيتعرض للنزول في الوزن بيحتاج ان احنا نمشي معاه متابعه بالمكملات الغذائيه، سواء حميه غذائيه او سواء عمليات او سواء اي حاجه، بيحتاج طبعا متابعه بالمكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه بركز قوي على الفيتامينات والمعادن عندي بشكل واضح قوي، زي الكالسيوم وفيتامين دي ومجموعه بي كومبلكس، بس بركز اكتر على بي 12. تمام، دي بنبدا نمشيها مع المريض او العيان بتاعي بعد العمليه. تختلف طبعا سواء تكميم او تحويل مسار او غيره. عمليه التكميم بتاعتي المريض بيتابع قد ايه في المكملات الغذائيه، هي من سنه لسنه ونص، بعد كده خلاص بيبقى بشكل يعني بيقدر يستغنى عنها. عمليه تحويل المسار من العمليات اللي احنا بنحتاج فيها المكملات الغذائيه مدى الحياه، بس انا برضو دوري كاخصائيه تغذيه بحاول على قد ما اقدر اكون موفره اصلا الفيتامينات والمعادن دي في النظام الغذائي، بحيث ان احنا ما نلجاش خارجيا كتير. هو طبعا مش هنقدر نستغنى عنها، بس برضو بنحاول ناخدها من مصادر طبيعيه افضل. يعني بنعتمد دايما على الاسماك في الاوميجا 3 وفيتامين دي، والكلام ده دايما مهم قوي. طبعا اللحوم الحمراء والكلام ده، كل الحاجات دي بتساعدني اكتر ان انا ارتفع بمستوى الفيتامينات والمعادن عندي عند المريض، وده برضو زي ما اتفقنا بيساعد كتير قوي في نزول الوزن. احنا معانا فيديو العمليه، لو حضرتك تعلق لنا عليه. جاهز الفيديو؟ اه جاهز الفيديو. دي عمليه ايه بقى؟ دي عمليه ايه بقى دكتور؟ تكميم المنظار. ده تكميم المنظار، عمليه جراحه تكبيب. فريق عمل كامل شغال فيها. ده الطبيعي بتاعك يا دكتور؟ ده العادي. احنا بنشتغل دايما مع بعضين. طيب دكتور محمد، ايه المضاعفات اللي بتحصل للمريض بعد العمليه؟ اكيد بيبقى فيه الم، يعني بعد اي عمليه بيبقى فيه مضاعفات. واي عمليه جراحيه إيه ممكن في يعني في نقطه مهمه هنا، جهاز البي سي اي ده فعلا جهاز المريض بيتحكم في الالم عن طريقه، المريض بنفسه هو اللي بيتحكم في الالم. دي برضو من احد الطفرات الخدميه اللي احنا بنقدمها للمرضى بتوعنا، اللي هو جراحه سمنه بدون الم. ان المريض يعمل عمليه زي جراحه السمنه، عمليه كبيره، وما يبقاش حاسس باي الم نهائي بعد العمليه، وده بيساعدنا ان هو يقدر. لا انا عايزك تشرحه لي باستفاضه عشان انا عايز اطمن المشاهدين، بحيث هو انا هو لما يخش يعمل عمليه مثلا يبقى مطمن، يبقى عارف ان في حاجه اسمها عمليه بدون الم. بعد العمليه مش هيحس بالم عن طريق الجهاز البي سي اي. هو انا الاول ليه عايز المريض بتاع السمنه ده ما يتعرضش للالم؟ لان انا مش عايزه يقعد في السرير. طيب. المريض طول ما هو متالم مش قادر يتحرك، مش هيتحرك من السرير، ده بيبقى معرض لحدوث جلطات، وبالتالي انا عايز المريض بتاعي يتحرك في اسرع وقت ويمارس حياته ويرجع لطبيعته ونشاطه في اسرع وقت. وبالتالي اهم حاجه لازم اعمل له كنترول على البين او اتحكم في الالم بعد العمليه. جهاز البي سي اي ده جهاز دكتور التخدير، بيقوم بعمل خلطه من ادويه المسكنات والمهدئات. كان نفسي يكون موجود معانا الدكتور سامح فتحي رواد استخدام البي سي اي. جهاز بيتوصل بيه الكانولا اللي المريض مركبها، وبيقدر من خلاله بنظبط الريت بتاع المسكن، بحيث كل ما المريض يحس بالم يضغط على الزرار كده او بيس كنترول. كنترول بيس كده موجوده في الجهاز، يقدر بيها بتضخ كميه المسكنات، وبالتالي المريض بيقعد كومبليتلي ما فيش اي الم. عكس يعني الكل اللي بيجي يزوره ولا كانه عامل عمليه. طب مش ممكن مثلا هو بيضغط على الزر مثلا؟ مش لا، هو في ريت متظبط بريت، بحيث حتى لو المريض حب يزود لا ما بيزود. لا ما بيزودش، هو ياخد الجرعه بتظبط طيب. واللي مسؤول عنه واللي مسؤول عن تظبيط الريت والجرعات بتاعه الادويه هو طبيب التخدير. في يعني مثلا كراسات حيويه قبلها مثلا، بحيث ان انا اعرف المريض محتاج قد ايه مثلا مسكنات؟ ما هو طبيب التخدير بيظبط الجرعات دي على حسب وزن المريض. الفلوريد بتاع الجهاز نفسه بيتظبط على حسب العمليه. طب الجهاز ده بيكون بعد العمليه على طول، هو في المستشفى بيتركب جوه العمليه. بعد ما بيروح بقى ممكن ياخده يستخدمه 3-4 ايام بعد العمليه، بيفضل الالم يعني بيبقى الالم مستمر؟ لا، هو لو المريض هو كده كده اصلا، يعني هو دام عامل الجراحه بالمنظار، المريض هو اول فتره اول 12 ساعه بيبقى فيهم الم، وبعد كده خلاص. بعد كده فهو مع الجهاز حتى لو في اي الم بيقعد يستخدمه 2-3 في البيت، فما بيبقاش احس باي الم خالص. يعني هو بيروح من على بيته بالجهاز حرفيا. المريض ممكن يرجع ينزل شغله بعد 3-4 ايام من العمليه. بيروح من المستشفى امتى؟ بيروح من متوسط من 12-24 ساعة بحد اقصى. ممكن يروح نفس اليوم. كويس. واحنا بس عشان تعليقا على الفيديو ده بنتكلم بنتكلم مهم جدا، في نقطه مهمه جدا هي عوامل الامان في عمليه الجراحه. في جراحات السمنه ازاي انت تحقق، لان هو الهدف ان العيان يخس وبامان. تمام، مهم جدا السيفتي بتاعت البيشنت.
فالنقطه دي بتبدا من تحضير العيان. تحضير العيان ان احنا بنشيك على العيان كل من احنا بنتكلم كده بنقول له احنا بنشيك عليك من شعر راسك لضفر رجليك. كل التحاليل بنطمن على وظائف الكبد ونظائف الكلى والسكر وفي انيميا ولا لا، الهرمونات، الدهون الثلاثيه، لو في اي خلل في المنظومه دي لازم تتصلح الاول عشان نحافظ على العيان بتاعنا ونحضر. اه طبعا. وممكن عشان لو العيان ده ممكن من ضمن المضاعفات ان هو يبقى فيه دهون على الكبد مثلا، ودي حاله خطيره جدا بتؤدي الى تليف في الكبد، فلازم العيان ممكن يخس 10 20 كيلو. اه طبعا لازم اطلب منه كده عشان يتحسن معايا الحاله الصحيه بتاعته بعد العمليه. جوه اوضه العمليات طبعا تحضير المريض من دكتور التخدير، تمام، لان العيان ده بيبقى فيه مشكله في التخدير. ايه المشكله في التخدير؟ ان العيان ده بيعاني من حاجه اسمها اوبستراكتيف سليب ابنيا، ان العيان ده ما بيقدرش ينام على السرير، ممكن ينام وهو قاعد. خد بالك. النقطه الثانيه الفريق الطبي اللي شغال لازم يبقى ويل تريند ويل اكويبد. الاكويبمنتس بتاعتك، الالات بتاعتك لازم تكون الات اصليه، تمام، استخدام مره واحده، دي مهمه جدا جدا في السيفتي بتاعت العيان. النقطه الثالثه لازم تشيك على شغلك بعد ما تخلص. استخدام مره واحده فقط، استخدام مره واحده، تمام، ولازم تكون اصليه. تعرف الشركات الامريكيه لمصنعه دباسات بتكتب عليها سنجل يوز فور سنجل لايف، يعني استخدام واحد لحياه. يعني انت لما بتستخدم الالات او الدباسات لكذا مره انت بتعرض المريض بتاعك للخطر. طيب عشان نكمل برضو عوامل الامان بتاعتك وتراجع شغلك، نعمل حاجه اسمها اختبار تسريب، تمام، بحاجه اسمها الصبغه الزرقاء جوه اوضه العمليات. مش بس كده، احنا في نفس اليوم او تاني يوم بنعمل اشعه بالصبغه عشان نطمن على العمليه بتاعتنا. كل دي عشان نحقق عوامل الامان، الامان بتاعه العمليه. طب ازاي المريض يبقى داخل اوضه العمليات مطمن لدكتور التخدير وللبنج؟ يطمن ازاي؟ ده ميزه تحضير العيان بالنسبه للفريق الطبي طبعا. انت معاك انت معاك اخصائي نفسي لازم يقعد العيان. يعني كمان بيكون غير اخصائي التغذيه في اخصائي نفسي طبعا وعلاج طبيعي، ولازم يكون العيان مؤهل ومستعد، لان هو ادراكه انه هيعمل العمليه دي لازم يكون ليه استعداد، لانه ممكن يكون هو احنا مش عايزين نصعبها برضو على المشاهدين، بحيث ان هو يقول لا يعني طبيب وتخدير وطبيب تغذيه، هو ما بيحسش، هو ما بيحسش بالقصه دي، لان هو بيلاقي نفسه مريض السمنه. مريض السمنه مشكلته في ايه؟ كل ده امان ليه هو. مريض السمنه في بيقابل مشاكل نفسيه كتير جدا، بيتهم من كل اللي حواليه بالتقصير، وان هو مسرف في الاكل، وان هو ضعيف الاراده، وان هو شكله غير لائق، وحتى لو بيشتغل معاك في شغل او حاجه بيبقى مش مؤدي بشكل جيد، وهو بيبقى هو بيعاني بصراحه. نفسه بيعاني. فوجود الفريق الطبي سواء كان طبيب نفسي او طبيب تغذيه او جراحين، بيقعدوا مع المريض ويهيئوه من الحياه قبل السمنه لحياه ما بعد العمليه، ده مهم جدا، لان في ناس ممكن تخش في اكتئاب بعد العمليه. يعني واحد كان متعود ان هو بياكل بكميه كبيره، فجاه انت صغرت له المعده مش عارف ياكل. فلازم يكون مؤهل نفسياً ومن ناحيه التغذيه ومن ناحيه كل حاجه ان هو يواجه ما بعد العمليه. هي النقطه دي برضه عشان ما يخافش كمان، احنا بنقول للعيان لازم تصور نفسك قبل العمليه. عشان انت هتشوف صوره مختلفه تانية، انت ممكن ما تعرفش نفسك بعد العمليه، شكل تاني خالص. والناس بتتقبلك، انت بتلبس سايزز اقل بكتير من اللي انت كنت بتلبسه، تقدر تتحرك، حركتك مع اولادك او مع جوزك، تقبلك للطرف الاخر، العلاقه الزوجيه تتحسن، كل ده بيتحسن. فكل ده بتساعد العيان ان هو يخش في الاجراء الجراحه. صح. طب انا دلوقتي لو عملت عمليه وفشلت، هل ممكن ان انا مثلا يتعمل له عمليه ثانيه؟ هو فشل بعض عمليات السمنه بيبقى ليه اسباب كتير. اول حاجه ان اصلا من الاول انا مختار العمليه للمريض غلط. يعني مثلا مريض شخصت غلط. لا مش شخصت غلط، انا مختار، انا زي ما بتيجي احنا بنقعد مع العيان نعرف طريقه الغذاء بتاعه، طبيعته في الاكل وكل حاجه عنه، والامراض المصاحبه ليه، وانا اخترت له من الاول، او المريض مثلا اصر على نوع. ما برضه خلي بالك راي المريض مهم. يعني انا بنصح المريض بكذا، ولكن ما اقدرش اجبره انه يعمل عمليه. انا مثلا مريض بيجي لي عنده سكر ومدمن الحلويات والسكريات، ده لازم يعمل تحويل مسار، لان لو عمل التكميم هياكل، ما ينفعش معاه تكميم. هياكل كميات صغيره من الاكل، الحلويات والسكريات اللي هو بياكلها هتديله سعرات حراريه عاليه، وبالتالي هيزيد في الوزن، يبقى مش هيستفيد بالعمليه. يبقى اهم سبب في فشل جراحات السمنه هو اختيار الخاطئ للجراحه من الاول. السبب الثاني، وده سبب تكنيكال، ان ممكن يكون سبب نتيجه للطبيب نفسه مش مؤهل لاجراء الجراحه ديت، عمل مثلا بدل ما يقص جزء
75-80%، لا ساب جزء كبير من المعدة، ساب قبة المعدة فساب له هرمون الجوع، كل دي حاجات فنيات، أو عمل في تحويل المسار مثلا خلى الوصلة بدل ما تبقى 2 متر خلاها صغيرة، أو عمل جيب المعدة كبير، فكل دي حاجات تكنيكال بتؤدي إلى إن المريض ما يعمل العملية وما يخسش، أو يخس لفترة قليلة ويرجع يزيد في الوزن تاني. العامل الأخير بقى في سبب الفشل هو المريض نفسه، إن المريض يبقى عامل العملية وأموره كويسة وبيخس، وبعد كده يرجع يمارس أنظمة تغذية وعادات سيئة في الغذاء. ما أنا أنا بقول للمريض التعليمات، بس أنا مش ده فشل المريض بقى. فشل المريض. طب إذا عمل تكميم ورجع ياكل تاني تبعته، ممكن المعدة ترجع تاني حجمها الطبيعي؟ هو طبعا إحنا أي جزء يستأصل خلاص يستأصل، في خلايا موجوده في جزء قصير، لو انا ضغطت عليها وزودت حجم المعده حجم الاكل يوم ورا التاني ورا التالت، ممكن الجزء ده ايه يزيد. وبقى في عمليه حاجه اسمها عمليه التكميم المعدل، ان احنا نحط باند على الخط التكميم بعد كده عشان يمنع تمدد الايه المعده. هي دي بس المعدة. لازم اي مريض عمل العمليه خلاص طول حياته على نظام، مش نظام، هو بياكل اكله العادي خالص. تمام، بس هو الفرق بينه وبين ما قبل العمليه بعد العمليه، ان هو كان عشان يشبع كان بياخد كميه كبيره من الاكل، دلوقتي اقل الاكل، اقل اكل خالص بيديله احساس بالشبع خلاص. طب بالون المعده ده جراحه ولا؟ قبل ما نتكلم بس عن بالون المعده، هو بالنسبه للسؤال بيتكرر كتير لحضرتك، سؤال ده سموه مهم جدا. هي المعده انبوبه عضليه فهيحصل تمدد فيها، تمام، زي البالون. وطبعا انت عشان شلت قبه المعده هرمون الجوع ده بيقل، بس يعني الجسم يعني بيرجع يكفزه يعني تاني. يعني ممكن بعد ما استأصل جزء بس ما توصلش للحجم الطبيعي زي ايوه انا بكلمك كده، يتخن شويه بس مش، لا لا هي تتمدد شويه. هو لازم نعلم العيان، انت لازم، هو مش نظام غذائي، مش رجيم، لكن انت بتغير نمط التغذيه بتاعتك، بتركز على الحاجات اللي تفيدك. تمام، وتحسسك بالشبع زي ما الدكتوره قالت. يعني احنا بنركز على البروتين ليه؟ لانه بيديك سعرات حراريه وبيشبع وبيفضل فتره في الامعاء فبيديك احساس بالشبع. لكن انت لو شفت على حاجه تانية لا، مش هتبقى. النقطه دي مهمه جدا بالنسبه للبالون المعده، هي مش موضوع خطير على فكره، موضوع جراحه السمنه يعني للوهله الاولى ممكن تحس ان هو موضوع سهل، لا هو عايز حرقيات يعني كل حاجه. لا ما انا بقول لحضرتك للوهله الاولى ممكن تحس ان هو سهل، انما لما تيجي تتعمق فيه تلاقيه صعب جدا، وبعدين مش اي حد يعني. انت حضرتك كنت سالت سؤال البالون ده ده انا عايز اخس 10 كيلو. البالون ممكن يكون مناسب جدا، ودي هي الميزه الوحيده فيها، ان هي مش جراحه، ده بتركب بالمنظار المعده. تمام، البالونه لكن وفي انواع منها كده الروسي والامريكي والفرنسي. تخدير بسيط جدا، ممكن يكون مهدئ كده وتركب البالونه بسرعه وخلاص، والعيان في ربع ساعه يكون مروح في بيته. بس لازم العيان يعرف ان دي من الحاجات اللي بتصغر حجم المعده. انا بحطك في نظام رجيم اجباري لمده 6 شهور، ومن عيوبها ان هي لازم تتشال بعد 6 شهور. تمام، فهي هتقلل لك وزنك. هي ممكن هي بتتحط مره واحده، لا ممكن اللي حاططها 6 شهور يشيلها ويحط تاني. ماشي، ما هو يعني خلاص حصل تكلفه التكلفه بتاعه الجراحه وما استفادش حاجه، لو هو ما اتعلمش في خلال ال6 شهور ان هو يظبط نظامه الغذائي خلاص. لو ما بتنزلش الوزن الا في حدود 10-15 كيلو، يعني لو واحده زايده 10-15 كيلو بس ده مناسب لها جدا. لكن هي لو شالت البالونه ورجعت لعادتها الغذائيه تاني هتزيد اكتر من الاول. والبالون اصلا بيصغر حجم المعده، مش بياخد حيز من المعده، فبالتالي كميه الاكل بتبقى بس بسيطة. لما بتتشال بيفضل حجم خلاص المعده هو زي ما هي. ولازم المريض يمشي على نظام غذائي، حميه غذائيه مع طبيب تغذيه طول فتره البالون. ده هنتكلم عليه بعد الفاصل. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. تاني مع امهر اطباء في جراحات السمنه والسكر. بصراحه انا مبسوط جدا من القعده الظريفه والدردشه الجميله مع الاطباء المحترمه جدا. عايزين نتكلم عن جراحات السكر، السمنه والسكر. طيب ولا نتكلم الاول عن المكملات الغذائيه؟ تحبي ايه اللي انت عايزه؟ نتكلم عن السكر، السمنه والسكر الاول. ايه علاقه السمنه بالسكر؟ يعني ايه ليه دايما في متلازمه كده ما بين السمنه والسكر او مريض او اكتر مرضى معرضين للسكر هم مرضى السمنه؟ قلنا السمنه في كتله دهنيه زياده، تمام، الكتله الدهنيه زياده دي بتفرز بعض الهرمونات بتضعف عمل البنكرياس،
وتؤثر على كفاءة الإنسولين ومدى قدرته على تحكم في السكر بالدم. وبالتالي 90% من مرضى السكر بيعانوا من مرضى السمنة بيعانوا من السكر. كل جراحات السمنة بتعمل كنترول على السكر، بس أهمهم أو الأفضل فيهم هي جراحة تحويل المسار. جراحات السمنة عموما بتأثر على السكر إزاي؟ إن أنا خلاص قدرت أسيطر على النظام الغذائي بتاعي، قدرت أنزل في الوزن، وبالتالي شلت الدهون الزيادة، فبالتالي السكر بيتحسن. تحويل المسار اللي هي من العمليات الأمثل في التحكم في السكر، لدرجة إن أنا ممكن أعمل العملية دي بغرض فقط الشفاء من السكر. يعني لو ممكن يكون مريض عنده مثلا 10 أو 15 كيلو زيادة وعنده سكر من النوع التاني، تمام؟ هو عنده وزن زيادة مش محتاج عملية، ولكن أنا بعمله العملية بغرض الشفاء من السكر، لأن أنا عزلت أول 2 متر من الأمعاء الدقيقة. في بعض الهرمونات بتفرز بتحفز خلايا البنكرياس وترجع وتمنع مقاومة الإنسولين، وبالتالي المريض بيتحكم في السكر بتاعه، لدرجة إن السكر التاني المريض بيبطل العلاج تماما أو بيشفى من السكر تماما. ومريض السكر النوع الاولاني اللي هو بيبقى الانسولين ديبندنت دايابيتس او الجوفينال دايابيتس اللي بيجي مع الاطفال او سن صغير، ده مش ببطل العلاج ولكن بقدر اتحكم بسهوله في السكر، وبالتالي انا وقيت المريض من مضاعفات السكر اللي هي انها طبعا تاثير على الشبكيه، التهاب الاعصاب الطرفيه، ارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين، بقت مشاكل الاورام، كل دي بتبقى مشاكل مضاعفات، وطبعا كسل الكلى والفشل الكلى والحد اللي بيجي نتيجه للسكر. فانا قدرت من خلال جراحه ان انا اعالج السكر، يعني جراحات تحويل المسار الكلاسيكي يعتبر يعتبر جراحه سكر حل جراحه السكر. في علم دلوقتي اصلا يعني السمنه او سكر السمنه او دايابيست دكتور محمد تمام. وطبعا دكتور محمد ركز على تحويل المسار، هو طبعا ده الحل الامثل، لكن تكميم المعده ده عمليه بقت ستاندرد في كل العالم كريستريكتيف سيرجري بنسبه 50% على مستوى العالم من جراحات السمنه، وفي مصر بتزيد ل 75% ولها دور جدا في انا بقول لحضرتك 75% من الشعب المصري مصابين بداء السمنه، 6% بالسمنه المفرطه يعني ده رقم كبير قوي. وبعدين الموضوع مش موضوع سمنه، يعني موضوع ما بعد السمنة، ايه الاضرار المسببة من السمنة، ده ليها كوارث، دي ليها كوارث، مش 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 مجرد ان انا بني ادم زائد في الوزن تعرف فقط، أي لا دي ليها كوارث. اي ورم سرطاني دلوقتي بيقولك خلاص ما من الريسك فاكتور بتاعه او من ضمن العوامل اللي تؤدي لاي ورم هي السمنة، تحط رقم واحد. ما انا بقول لحضرتك ليها كوارث، يعني القصه مش قصه وزن زائد. اورام الثدي في الستات واورام المبايض طبعا هي كل قصه ان الدهون او النسيج الدهني اللي متخزن في الجسم ده بيعمل كمصنع للهرمونات والمواد الضاره جدا تمام. فالهرمونات الانثويه دي بتحفز او لها ريسبتورز في كل الجسم، ممكن تاثر على اورام الكبد واورام الثدي واورام الغده الدرقيه واورام المبايض والرحم. كوارث طبعا. لا بجد كل ما تبقى السمنه من سن صغيره، يعني سن انا لسه كنت حصل حضرتك اقول لك السن اللي ممكن ابدا اعمل فيه عمليه جراحات السمنه. هو طبعا وهل الستاندرد الستاندرد من بدايه من 16 سنه، ولكن مع انتشار جراحات مع انتشار السمنه في الاطفال وخطورة السمنة في الأطفال، تخيل يعني طفل أو يعني بني آدم بادئ السمنة بتاعه منذ الطفولة، فبالتالي اتعرض لمشاكل مضاعفات كتير جدا طبعاً. فبالتالي حتى الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة كانت نزلت السن بتاع جراحة السمنة ل 12 سنة ومؤخرا ل 10 سنين تمام. طب والأقل من 10 سنين؟ لا الأقل من 10 سنين يبقى يعني نظام غذائي؟ لا لازم نظام غذائي، نظام غذائي يمشي عليه يعني حتى لو سمنة مفرطة عند الطفل. ازاي هتقدر تتحكم في الطفل في نظام غذائي؟ ما هو هي صعوبة صعوبة السمنة في الأطفال هي صعوبة التعامل مع الطفل، زي الطفل يتحكم ان هو يمشي في نظام غذائي. فعشان كده احنا فعلا لما لقينا طفل سنه من بداية من 10 سنين وعنده سمنة مفرطة ممكن نعمل له عمليات، بس مش كل العمليات تناسب الاطفال يعني بعد استشارة طبيب الغدد والعمليه الامثل في الاطفال هي التكميم، لان هي ما تاثرش على الامتصاص، ما تاثرش على الهرمونات بتاعته، ما تاثرش على هرمون النمو، فبالتالي الطفل بيخس وبيكبر وبينمو نفسيا وصحيا كويس. يعني التكميم ممكن من اول 10 سنين
يعني لو في سمنه مفرطه في الاطفال بيقول ان عند يعني مثلا في اطفال اللي هي الدرات تبيع المحظورات اللي هو 10 سنين فماشي لازم هي السمنه المفرطه للاطفال دي ليها اسباب كتير يعني ممكن تكون اسباب جينيه ممكن تكون اسباب الاوريجينال السن الاصلي 16 سنه هرمونيه لازم نعالج ده الاول لو في خلل هرموني لازم نعالج الاول بعد كده لو القصه دي فشلت خلاص والعيان خلاص ما بقاش كومبلاينت لاي حاجه ممكن نساعده بالتكنول وخباك الضرر النفسي للسمنه في الاطفال ضرر جسيم الطفل ده بيتعرض لتنمر في البيت وتعمر تنمر في المدرسه مش قادر يلعب مش قادر يمارس حياته يعني اكيد بعد العمليه الطفل عايش بسنه اكبر من سنه ليها جزء كبير قوي بقى في طب يا دكتور الاء ازاي اخلي الطفل انه يمشي على نظام غذائي يعني اكيد الاطفال بتحب الحلويات شيبسي كل الحاجات اللي بتتخن هي الفكره زي ما الدكتور محمد قال ان احنا ازاي نعرف نتعامل مع الطفل اصلا ليها عامل كبير جدا ان انا اقدر اقنع الطفل ان هو كده مش بيعمل حاجه دايما الاطفال عندهم مشكله ان هم حابين يقلدوا الاطفال اللي في سنهم طيب انا ابدا الاول اقنع الطفل ان العادات اصلا اللي حواليه دي غلط احنا محتاجين نمشي عادات صحيه اكتر تمام ابدا افهمه ايه اللي هيفيده اكتر ايه اللي مش هيفيده اكتر طبعا النظام الغذائي بيبدا يتحدد على حسب السعرات اللي الطفل اصلا محتاجها زي ما اتفقنا ببدا دايما اركز على الحاجات اللي هتوفر لي نمو عقلي ونمو جسدي سليم للطفل ده كل ده طبعا بجانب النظام الغذائي تمام وفكرة برضو ان انا حاسسه ان هو مش بيعمل حاجه غير الاطفال اللي في سنه دي مهمه جدا برضو ان انا نبدا كل حاجه مع الطفل بالراحه يعني لان هم برضو تحت سن العشر سنين يعتبروا صغيرين جدا ما عندهوش الادراك ان انا هعمل كده عشان انا هبقى صحتي احسن لا هو عايز يقلد اللي في سنه دور الام ايه بقى مع الطفل هو دور الام مهم جدا طبعا ان هي مش طول الوقت تعنفه ان انت كده بتعمل غلط لا هي برضو تبدا تقنعه ان احنا لما هنمشي صح هيأثر على حاجات كتير قوي في حياتنا تمام بس ما تبداش تحسسه ان انت طول ما انت بتعمل كده لا ده كده غلط كده هتبقى وحش كده الكلام ده طبعا بيأثر على نفسيه الطفل جدا فبيخليه يعند لان طبعا الاطفال في السن ده بيبقى عندهم العند عالي جدا بيعند ان هو خلاص انا مش هعمل اللي انتوا بتقولوا عليه انا هعمل اللي انا عايزه او اللي انا في دماغي فانما بالنسبه للنظام الغذائي فبيبقى بيتحدد على حسب السعرات الغذائيه السعرات سوري الحراريه اللي الطفل محتاجها قبل ما نختم عايز نصيحه للقوام المثالي ونصيحه للوزن الزائد هو طبعا اي حد عنده قوام مثالي وخايف يخش في السينما او شريحه السينما المفرطه لازم يحافظ على الرياضه الرياضة دي جزء مهم جدا لا يتجاوز ده للجنسين للجنسين من الأطفال يعني الأطفال والجنسين لا الرياضة دي حاجة مهمة جدا جدا هي بتساعدني في طول ما أنا جسم رياضي طول ما أنا هبقى في هيزود الحرق وهيزود معدل الحرق ويساعدني إن أنا ما أخشش في مشاكل السمنة من الأساس النقطة الثانية إن هي العادات الغذائية لازم تلتزم بالغذاء الصحي تمام كل الكربوهيدرات او الحاجات المشروبات الغازيه والدليفري والحاجات دي لازم نقلل منها بقدر الامكان طب وتنصح ايه مريض السمنه مريض السمنه ان هو ما يسيبش نفسه بالسمنه لازم ياخد قرار بدري لازم يكون عنده اراده قويه يبدا الكوارث الاول اللي مالها يبدا الاول بمتابعه بيعرض القلب لمشاكل بيعرض الكلى لمشاكل الكوليسترول كل المضاعفات ده لازم السكر لا ده ليها مضاعفات كتيره ده كل المضاعفات موضوع السمنه ده موضوع هي الفكره كلها يا استاذ احمد ان يعني البني ادم عشان يعيش حياه سعيده وجميله لازم يكون صحته كويس طبعا فمريض السمنه لا يتمتع بصحه جيده وبالتالي بيبقى عايش حياه تعيسه بيعاني بيعاني في لبسه في مشيته في حركته في بطئه وبيعاني في كذا حاجه مشكله ان نمط الحياه كله بيساعد الحياة. على السمنه ونمط انت ما فيش حركه تمام كل حاجه بقت بتجيلك بالتليفون وانت قاعد في البيت لما بتنزل تعمل مشوار ما بتقدرش تمشي حتى الدفع حتى في الارياف يعني العربيات الصغيره والحاجات دي بتساعد ان هو يتحرك كان زمان لا يمشي 2 3 كيلو ما حسش بالمجهود فكان بيحرق كويس فنمط الحياه نفسه انت لو ما كسرتوش هتخش في الدايره دي وخلي بالك ان هو سارق صامت انت ما بتحسش بيه انت بعد 3 4 سنين تلاقي نفسك وزنك زاد انت ما انتش حاسس احنا قعدنا 3 4 شهور في الكورونا كلنا زاد دي حقيقه انا عايزك تكرر معلومه اللي عدد المتوفيين من المجاعه دي كانت احصائيه اتعملت في سنه 2010 دي اخر حاجه عشان نختم بيها ده دي كانت من المفارقات العجيبه من المبكيات فعلا انا بفكر فيها ساعه لما ان العيان ان مجموع العيانين اللي ماتوا من المجاعات وسوء تغذيه على مستوى العالم هو مليون انسان بس على مستوى العالم من امراض السمنه ومضاعفاتها 3 مليون فالسمنه اكتر من المجاعه وسوء التغذيه من المجاعه طب العدد اللي توفى من السمنه اكتر من العدد اللي توفى من المجاعه هو يا جماعه بصراحه يعني موضوع كارثي موضوع صعب جدا موضوع السمنه ده
لانه هي مش قصه وزن زائد، هي قصه ما بعد الوزن الزائد، من اضرار ناتجه عن زياده الوزن، من امراض قلب، من تصلب شرايين، من سكر، من ارتفاع في الكوليسترول والدهون الثلاثيه. فانا ارجو ان احنا نحافظ على وزننا وعن طريق الرياضه زي ما قالوا الساده الاطباء. وسعدنا بيكم جدا، ودي كانت حلقه جميله بالنسبه ليا، ويا رب تكونوا استفدتوا معانا واستمتعتوا بينا. والى اللقاء الحلقه اخرى ان شاء الله باذن الله. كان معانا الاستاذ الدكتور شريف صابر، وكان معانا الاستاذ الدكتور محمد القصير، وكان معانا الدكتوره الاء عبد العزيز. نورتونا. متشكرين. نورتونا جدا واسعدتونا بصراحه، ويا رب نكون عملنا حلقه كويسه المشاهدين يستفادوا منها. يا رب يكونوا استفادوا منها. الى اللقاء ان شاء الله في حلقه اخرى باذن الله يوم الاثنين القادم. السلام عليكم.